انسحاب مسلح حزب العمال الكردستاني يأتي بعد سلسلة خطوات منها الإفراج عن الرهائن الأتراك لدى الحزب ووقف إطلاق النار من جانبه ومن ثم سحب مسلحه. جاء ذلك بعد مفاوضات مباشرة بين الحكومة التركية وزعيم الحزب المعتقل في تركيا عبدالله أوجلان الذي طلب بتلك الخطوات. يأتي هذا على أمل تنفيذ إصلاحات داخل تركيا تتعلق بالقضية الكردية حسب ما جاء في روح الاتفاق. حسب الاتفاق المبدئي التي تعد الخطوة الأولى في عملية السلام، وفي الخطوات التالية ستكون هذه المقاتلين في صفوف هذه الجبل بوفق طبعا وفع تعامل وتعاون استراتيجي أمني بين حكومة أقليم كردستان مع الحكومة التركية إضافة إلى الطرف الثالث والذي هي حزب العمال الكردستاني. إقليم كردستان العراق الذي دعم المفاوضات بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني أبدى ارتياحه من التقدم الذي حصل في هذه المفاوضات، خاصة في خطوة سحب مسلح حزب العمال الكردستاني من داخل تركيا إلى مناطق داخل الإقليم في شمال العراق. حكومة إقليم كردستان ورئيسها يدعمان بقوة بدء عملية السلام والحوار بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، وذلك لعدة أسباب أهمها أن تركيا دولة جارة وعدم استقرارها ليس في مصلحة الإقليم. هذه الجبال قد تهدأ بعد حل المشكلة الكردية في تركيا، وقد يغيب عنها صوت الرصاص والقذائف والمدافع والطائرات. هذا ما يجعل إقليم كردستان مستفيدا من تطورات حل المشكلة في تركيا. أحمد الزاوية، الجزيرة العمودية، بالقرب من الحدود التركية.